شلونكم شباب بنات عمري حبايبي بعد روحي اسمعوني عاد اشرح لكم شغله تحمي حساباتكم لانه كل صايره حمله كبيره حمله اختراقات على الحسابات وهذه وراها مشاكل تصير لان تعرفون كل من عنده خصوصيه بتليفونه وعنده خصوصيه بحساباته وما يقبل تطلع معلوماته ولذلك ركزوا باللي راح اقوله كل الزين بكل برنامج اكو شيء اسمه تحقق بخطوتين كلكم تفعلوها نهائيا لا حد يعوف حسابه ما بيتحقق بخطوتين ادخل للضبط للسكيورتي او للامان تلقى التحقق بخطوتين تخلي رقم وبالانستغرام تقدر تربطه عن طريق برنامج تنطيك حمايه فول الشغله الثانيه والاهم منها راح اشيكم اياها بالستوري الجاي لان كلش مهمه طبعا اغلب الاختراقات الجايه تصير قاعد تصير عن طريق روابط يعني يدز لك رابط هذا الرابط تدخل من خلاله الى قناة معينة على التليجرام او قناة على اليوتيوب او ممكن يقول لك رابط اغنية او ممكن رابط تطلع عمرك قبل ايش قد او اي شيء يكتب اي عنوان فوق على الرابط هذا الرابط تدخل عليه بطريقتين يا اما ان انت يقول لك اكتب معلومات حتى تحصل على النتيجة يا اما انه مباشرة يمحي حسابك فانت للامان لا تدخل على رابط شخص ما تعرفه اما الشغلة الاهم من هاي كلش انه بعد ما يتم اختراق الحساب هذا الحساب ممكن يكون حساب صديقك فانت صديقك لما يدزلك رابط اتأكد انه هذا صديقك فعلا هو اللي بالحساب هاي الطريقة هي اللي تم بيها اختراق اغلب الناس انه يجي صديقك يراسلك يدزلك رابط فانت تثق به تدخل على الرابط يتم اختراقك حتى لو كان صديقك تأكد من انه حسابه ما مخترق على مود ما تكون ضحية لهذا الشخص اتأكد صديقك او فانت لما يجيك رابط من اهلك من اقاربك من شخص تثق به يتاكد انه هذا الشخص حسابه ما مخترق لانه هي هاي اللي جاي يروحون ضحيتها ودا اقول لكم هاي نقطه مهمه يعني انت تخيل يجي صديقك تخيل اسم مثلا اخوك يراسلك يقول لك هذا الرابط فوت عليه فانت كيف حتفوت بانه هذا اخوك بس هو المخترق بنفس اللحظه بعد الاختراق يدز مسجات فاهمين فانت ما تلحق تكتشف انه هل هذا مخترق انت لازم تنتبه وانا دا اكد لكم حتى تنتبهون وفعل الخطوتين وفعلوها على الرقم بالانستغرام فعلوها على برنامج همين تقدرون تفعلوها على هواي طرق حتى على الواتساب تقدرون تفعلوها اهم شيء تفعلون تحققوا خطوتين لا تفوتون الروابط نهائيا اخر نقطة اقولها لكم ممكن شخص يبعث لك على الايميل مرحبا حسابك راح يتوثق انطينا الباسورد مالته وانطينا الايميل مالته حتى نوثقه ماكو هالشي ابد لا تصدقون اي شخص يجيكم يريد معلومات حسابكم باي وسيله كانت لا تنطون معلومات الشركه ما تطلب منك معلومات حسابك هذا الشيء مستحيل يصير تعرفون شنو مستحيل لانه هذا الشيء خاص برايفت حتى من تدخل على الضبط مكتوب انه هذا الخصوصيه اذا الشركه ما تطلب خصوصياتك ما تطلب باسوردك ما تطلب امورك فلا تدز لاي شخص اي واحد يكتب لك هيك مسج باي طريقه يريد يوثقك يريد ينقلك للقمر يريد يسوي لك اعلان يريد يسويك مشهور لا تنط معلوماتك هذه طريقه يضحك بها على عقلك وياخذ معلومات وبعدك هو طرق بس ذني تقريبا مهمات كلش نحكي بيها هسه